حكم الصيام في السفر. فالحديث الأول حديث جابر خلاصته إنه من شق عليه الصيام في السفر فإنه يتحتم عليه أن يفطر. أما الحديث الثاني حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي خلاصته أن من وجد قوة في السفر ولا يشق عليه الصيام فهو مخير أن يصوم وأن يفطر. فالحديثين ما فيهم تعارض، لأنه الحديث الأول حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج كده قال في رواية في لفظ أن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، شق عليهم الصيام، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دعا بموية وشربة قريب قريب لوقت الإفطار ذات، فأفطر بعدما كان صائما. ليه؟ لأنه شق على الناس الصيام، ولما الناس أصروا واصلوا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه شق عليهم. يبقى اللي بيشق عليه الصيام في السفر فإنه لا يصوم، ده دلالة حديث جابر الحديث الأول. أما دلالة حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي هو في من لا يشق عليه الصيام في السفر فهو مخير أن يصوم، فإذا صام فليس عاصيا، ومخير أيضا أن يفطر، وإذا أفطر فليس عاصيا. يبقى عنده قوة على كيفه يصوم ولا ما يصوم، والبي يتعب يتحتم عليه أنه شنو يفطر. دي الخلاصة بتاعت الحديثين. بعد نجل المباحث في هذين الحديثين والخلاف بين العلماء والراجح بين أقوالهم في هذين الحديثين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فتح مكة يعني، فصام، وده كان في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم. الغميم منطقة بين مكة والمدينة أقرب إلى عسفان، وهي بين مكة والمدينة. فصام الناس صائمين في رمضان، ثم دعا بقدح ماء، والكلام ده بعد صلاة العصر بالمناسبة، يعني قريب لشنو؟ قريب للموات، قريب للمغرب، قريب للإفطار. ليه دعا بقدح ماء؟ تفسر الرواية الثانية السبب شنو؟ قال له في الرواية الثانية قال فقيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، ليه تعبوا من الصيام مع السفر، عشان كده قام دعا بمويه ولو كان بعد العصر، لأنه ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم إنه رحم هؤلاء الذين شق عليهم الصيام ولو كان وقت الإفطار قرب، الكلام ده بعد صلاة العصر، دعا بمويه شريبة وأمروا منه يفطروا كله. وده فيه دليل على المبحث بتاعنا هنا الأول، أن من شق عليه الصيام في السفر تحتم عليه أن يفطر، أن من شق عليه الصيام في السفر تحتم عليه أن يفطر، ولا يشدد على نفسه، ما يشدد. في ناس بيشدد تشدد عجيب، وبالذات في الصيام، بالذات في الصيام ما يشدد على نفسه. طيب، وليه النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح ماء؟ قال ثم شرب، شرب قدام الناس لأنه القدوة، فإذا رآه القوم رضي الله عنهم أنه قد أفطر فإنهم سيفطرون. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، لعلهم ذيك يعني وجدوا من يعني
وجدوا من نفسهم قوة تأولوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عين قال كل الجيش وكل الناس يفطروا. لابد شنو يا جماعة؟ يفطروا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما تعين عليهم حتى لو لقوا قوة، الرسول قال لهم أفطروا. لابد شنو يا جماعة؟ يفطروا. عشان كده لما خالفوا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فقيل له في الرواية الأخرى إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. أما حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وذكر رجل بيسافر كثير، قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، يعني أنا بسافر لكن بقدر أصوم وأنا مسافر وعندي قوة ما شاء الله، ما بيأثر علي الصيام ولا بيشق علي ولا بيتعبني ولا بمرضني وأنا مسافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي هي رخصة من الله. وكلمة هي رخصة من الله، من هنا بعض العلماء قالوا إذا كان، انتبهوا للكلام ده جيدا، إذا كان الصيام للمؤمن ليك انت مثلا مع السفر ما بيأثر عليك، الحديث ده قال انك مخير تصوم او تفطر صح، لكن الافضل ياتو. فمن هنا قال بعض العلماء الافضل ان يفطر برضه، لانه قال هي رخصة من الله. والحديث بتاع الرخصة قال شنو؟ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالرخصة لما تأخذ بها ربنا بحبها إنك تأخذ بها، محبوبة إلى الله، عشان كده قال إنما هي رخصة من الله. فمن النقطة دي، لأن العلماء اختلفوا أصلاً، البشق على الصيام ده ما فيه خلاف، ده يفطر. نحن ما بنتكلم على البتعب والصيام، بنتكلم على الزول اللي ما بتعبوا الصيام مع السفر، زول قوي وما بتعبوا، عرفنا انه يجوز له يفطر ويجوز له شنو؟ يصوم. باحاديث كثيره جدا، منها الصحابه قالوا كنا نسافر مع النبي عليه الصلاه والسلام فلم يعب الصائم على المفطر شيئا ولم يعب المفطر على الصائم شيئا. فيهم صائم وفيهم مفطر، المفطر ما بيعيب على الصائم والصائم ما بيعيب على المفطر، يبقى ده دليل على شنو؟ على انه الماء بتعبه الصيام يجوز له يفطر ويجوز له يصوم، لكن الاحسن ياتو. ده في حق شنو يا جماعه؟ في حق الماء بتعبه مع السفر، الماء بتعبه الافضل ياتو، يجوز له يفطر ويجوز له يصوم. اللي لقيته صايم ما تنكر عليه تقول الافضل تفطر، واللي لقيته مفطر ما تنكر عليه تقول لك انت صوم، بيجوز كله بيجوز، لكن الاعظم اجرا ياتو. ده المبحث هنا يا جماعه اللي حنتكلم عنه الآن بشيء من التطويل والتفصيل عشان ما تروح بعدين. المبحث في أيهما أفضل وأكثر أجرا. قال بعض العلماء الأفضل أن يفطر، وده رأي الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى من المعاصرين. وقال بعض العلماء الأفضل له أن يصوم، وده رأي الشيخ ابن عثيمين، قال لأنه أبرأ لذمته وقد يكسل، قال ما يقدر يصوم لحد ما يخش رمضان الجاي زي ما بيكسلوا كثير من الناس، وقالوا لأنه كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في السفر، لكن رد عليهم الأوائل فقالوا لا دليل على الأكثرية، وده الصحيح ما في دليل على الأكثرية. والصحيح والراجح والله أعلم أن الأفضل له الإفطار في كل حال في السفر، والأعظم أجرا عند الله. ليه؟ قال وهي رخصة من الله، رخصة. والحديث قال إن الله يحب أن تؤتى شنو؟ رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والروايتين صحيحات. فدي حاجة ربنا بيحبها، ده الدليل الأول. الدليل الثاني، وده دليل عجيب جابه الشيخ الألباني، بل جاب أدلة كثيرة، جابوا في السلسلة الصحيحة برقم، جاب دليلين عفوا في السلسلة الصحيحة برقم 85، ده رقم الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقدم إليه طعام في رمضان، في سفر في رمضان وجابوا له الطعام، فده دليل أن النبي كان شنو؟ كان مفطر. لكن الدليل ما هنا جاي اللي استدل به الشيخ الألباني، قال فنادى أبا بكر وعمر فقال لهما كلا، قالا إنا صائمان يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة الإنكار عليهما وقال ارحلوا لصاحبيكم، احملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. الشيخ قال ده فيه انكار عليهم للافضل، يعني مش للتحريم، قال لهم لانكم لو صمتوا بالسفر هتكلفوا الناس اللي معاكم يشدوا لكم الراحله بتاعتكم ويرفعوا لكم العفش بتاعكم والامتعه بتاعتكم يشيلوها، لانه الصائم مع السفر في الغالب بيكون شنو؟ بيكون تعبان، هو لو قاعد في البيت بيكون تعبان، ففي السفر بيكون شنو؟ اتعب. فقال لهم اذا انتوا اصريتوا تصوموا معناته الناس حتقولوا ارفعوا لكم عفشكم، ارحلوا لصاحبيكم واحملوا لصاحبيكم وشيلوا لكم حاجاتكم، ادنوا فكلا احسن لكم. قال لهم شنو؟ تاكلوا. فجلسا فاكلا رضي الله عنهما. دي من الادله القويه اجاب الشيخ الالباني على تفضيل الافطار للمسافر اذا كان يستطيع الصيام في السفر. واستدل ايضا باثر عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انه قال لا تصم في السفر، فإنك إن صمت وأراد أصحابك أن يأكلوا قالوا اجعلوا للصائم، يعني حتى عيبهم يقولوا أقسموا له ولا كده، سووا له كده، سووا له كده، عشان كده قال لا تصم في شنو؟ في السفر. ولأنه في الغالب أكثر الناس أو كثير من الناس بيكونوا شنو؟ مفطرين، أو بعض الناس، فأنت بتتعبهم. طيب، المبحث الثاني ولا الثالث؟ ها؟ التالت. متى يفطر المسافر إذا أراد أن يفطر؟ 200. بعض الناس يقولون إذا طلع برا شنو؟ برا المباني بتاعت المدينة حقته، لكن ده ما صحيح، إنما هذا في القصر، في صلاة القصر، ده إذا طلع برا مباني المدينة بعد ذاك يقصر. أما في الإفطار إذا هو خلاص بشرط أنه يكون عزم على السفر، عزم على السفر وتأكد سفره، فإن السنة أن يأكل من بيته ويخرج ولو في صباح رمضان ولو في نهار رمضان. والأدلة على ذلك حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وهذا صحابي جليل، أبو بصرة الغفاري، أنه ركب سفينة في رمضان، في نهار رمضان، سفينة من فسطاط، فلما تحركت السفينة
دعا بطعامه، فقال الراوي: فقلت له: ألا ترى البيوت؟ أنت ما شايف المباني بتاعت المدينة؟ قال: اجلس فكل فإنما هي سنة، اجلس فكل فإنما هي سنة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. الدليل الثاني ما رواه الترمذي بإسناد صححه أيضا العلامة الألباني من رواية أنس بن مالك عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد أمر بدوابه فرحلت وأسرجت، يعني بقى جاهز لشنو يا جماعة؟ السفر. وده دليل على أنك ما تأكل لحد ما تضمن شنو يا جماعة؟ السفر. قال: فدعا بطعامه، فقلت: يا أنس، أهي سنة؟ قال: نعم سنة. فأكل من البيت. وورد عن غيرهما من الصحابة، والصحابي لما يقول هذا الأمر سنة فإنه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة صادقون جميعهم ولا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم: الصادقون هنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو نترك كذا، هذا دليل على أن هذا سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام أو وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا، إذن ده كان أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى لخصنا شنو يا جماعة؟ إنه اللي بيتعب في السفر من الصيام يتحتم عليه إنه شنو يا جماعة؟ يفطر. ومن يؤدي به الصيام في السفر إلى الهلاك فإن الصيام في حقه حرام. كما صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل في رمضان وهو مسافر، أي هذا الرجل، وقد وقع مغشيا عليه وقد ظلل، يعني وقع غمران لأنه صايم مسافر تعب، والناس اتلموا عليه، وزي الآن لما يحصل حادث في شارع الزلط تلقى الجماعة شنو؟ بدل ما يزعبوا سريع كل زول داري عين الحاصل شنو؟ وبعدين بيصوروا كمان. لكن أولئك ظللوا عليه ربما عشان يعملوا له ضل أو كذا، لكن الآن نحن بنعمل خلاف ذلك. طيب، فقال: ما له؟ قالوا: صائم مسافر. صائم وهو مسافر وقام تعب لحد ما وقع غمران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وده في حق منه يا جماعة؟ ليس من البر الصيام في السفر، في حق منه؟ من شق عليه، ما في حق يزور. ومن الحديث ده أخذوا الظاهرية، ناس ابن حزم الظاهري أخذ من الحديث ده إنه الصيام في السفر حرام عديد، ما في تفصيل. طيب، وين الأحاديث في الصحيحين؟ في الصحيحين، في البخاري وحديث في مسلم، إنه الصحابة سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، واحدين صائمين واحدين ما صائمين، وما عاب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاب عليهم. وين الحديث الآن اللي درسناه، حديث جابر، إنه النبي عليه الصلاة والسلام صائم في نهار رمضان لحد بعد العصر، فلما لقى الناس شق عليهم قام أفطر، يعني لو ما كان شق عليهم كان شنو؟ كان واصل، يبقى ما حرام.
فجمعا بين الاحاديث ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر، ده في حق من كانت حاله مثل هذا، مثل حال هذا الرجل. قال: ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه، اللي بيحب ان يصوم ما في جناح عليه. كمان مثلا قال لك زور صايم وتقوم تنكر عليه. طيب المسافه، وده سؤال الان ذكرني مبحث برضه مهم الرابع، المبحث الرابع، انه المسافه اللي بيفطر بها الانسان او يقصر بها الصلاه او يجمع بها الصلاه كم؟ بعض العلماء قالوا 83 كيلو متر، لكن الصحيح انها ما بتقاس بالكيلومترات او بالمسافات، انما تعرف بعرف الناس. من هنا للقضارف في عرف السودانيين، سفر ولا ما سفر؟ سفر. من هنا لتقلي في عرف السودانيين، سفر ولا ما سفر؟ سفر. من هنا لمدني، سفر ولا ما سفر؟ سفر. من هنا لرفاعة، سفر ولا ما سفر؟ سفر. وهكذا. إذا في عرف الناس إنه ده سفر، فتنطبق عليه أحكام السفر في الصيام وفي الصلاة وفي القصر وفي الجمع وإلى آخره. أما إذا في عرف الناس من هنا للجيلي، سفر ولا ما سفر؟ في عرف الناس ما سفر، حتى لو المسافة بعيدة ما سفر، يبقى ما تنطبق عليه أحكام السفر. وهكذا. وده قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.